اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن حمدي ابو رادي. ازيك كابتننا؟ الحمد لله تمام. شرف ومنور. ربنا يخليك. سعداء جدا بوجود حضرتك معايا. انا اسعد طبعا ان انا دايما موجود في بيتي ومكاني طبعاً. وخاصه معاك انت بالذات يعني خليك انت انسان جميل والوقت بيبقى سلس معاك والكلام بيبقى سلس والناس يا رب بقى يستمتعوا شويه بيه. ده شرف لينا كابتن حضرتك تكون معانا. وقبل ما نبدا كلامنا وزي ما قلت لحضراتكم كلامنا دائما هيكون عن النادي الاهلي وغالبا عن مباراه السوبر الافريقي. خلينا نطلع نشوف تقرير حاجه بسيطه كده عن الكابتن حمدي ونرجع نكمل. الجناح الطائر أحد أبناء الجيل الذهبي للقلعة الحمراء الذي ضم مجموعة رائعة من النجوم الساطعة وأبرز من شغل مركز الظهير الأيمن، تميز في التكملة الهجومية وله أهداف لا تنسى سددها من خارج منطقة الجزاء. أطلق عليه لقب الحريف الكابتن حمدي أبو راضي. ولد في القاهرة عام 1961. بدأ مشواره الكروي في ناشئي الأهلي وسرعان ما أثبت مهارته حتى انضم إلى الفريق الأول واستمر لأكثر من 8 سنوات مع القلعة الحمراء. توج رفقتها بالعديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية، ما بين الفوز بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وأبطال الكؤوس. انتقل إلى نادي المقاولون العرب وحصل معه على بطولة كأس مصر، وانتقل بعدها إلى نادي المريخ البورسعيدي. وبعد مسيرة ناجحة في الملاعب انتقل بعدها إلى التدريب وتسلم مهمة تدريب قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، ومن ثم تولى مهمة تدريب عدة أندية أخرى وانضم إلى إدارة قطاع اكتشاف المواهب في النادي الأهلي. الكابتن حمدي أبو راضي مسيرة من العطاء لاعبا ومدربا. يعني كابتن حمدي مسيرة كبيرة سواء لاعبا أو مدربا زي ما شفنا في التقرير، ومسيرة ناجحة يعني بسم الله ما شاء الله. الحمد لله طبعا فضل من عند ربنا أن الواحد قدر الهواية اللي عنده والنعمة اللي ربنا اديها للواحد يعني قدر يسخرها لنفسه وبرضه لامتاع الناس، لأن في الأول وفي الآخر كلاعب كورة لازم يبقى فيه هدف، فيه جماهير، لازم الجماهير تبقى مبسوطة وتبقى فرحانة وأهلك يبقوا فرحانين. والواحد الحمد لله يعني حظي كان كبير جدا 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 أن أنا انتميت للنادي الأهلي دي. طبعا يعني كانت في مفاجأة كبيرة للناس، ناس كتيرة يعني ما كانش في حد بيسعى أو أنا ما كنتش بسعى، بس من فضل ربنا طبعا لقيت نفسي في النادي الأهلي وربنا كرمني والحمد لله. الحمد لله. كابتن خلينا نروح مع حضرتك للكأس السوبر الإفريقي. الحقيقة هذه المباراة المهمة جدا يوم الجمعة القادم، الكل ينتظرها، بداية موسم بعد معسكر في خارجي في النمسا وبعد ما شد وجذب ما بين النادي الأهلي والمنتخب فيما يخص اللاعبين وهكذا وهكذا. الأربع لاعبين لعبوا مباراة إثيوبيا ثم عودة مرة أخرى للنادي الأهلي. شايف هذه المباراة في بداية الموسم وبعد كل هذه الأحداث ومعسكر وأجازة شايفها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا شايف من الأول ومطمن فوق ما تتصور يعني، لأني عندي ثقة كبيرة جدا جدا في المدير الفني كل النادي الأهلي. النواحي التنظيمية الدقيقة مش بيخليني قلقان ابدا، سواء رباعي الاهلي اللي جم ولعبوا ورجعوا الكلام دوت. الميزه اللي موجوده عند مستر كولر ان هو ما بيسيبش حاجه للصدفه، والثانيه ليها وقت وليها قيمه. ترتيباته يعني يمكن اول موسم، بدايه موسم، نهايه موسم وبدايه موسم اشوف فيه هدوء في المعسكر الخارجي وتاديه المعسكر الخارجي والرجوع لاستعداد لبداية الموسم، وبداية الموسم غير أي موسم. صحيح. انت بتبتدي ببطولة، بطولة ماتش واحد ببطولة وعلى ملعب خارجي في السعودية، الجماهير طبعا منتظرة ومستنية ومتشوقة أولا لوجود النادي الأهلي. البداية، بداية الموسم ببطولة قوية زي دي
هكون دافع كبير جدا جدا لتكملة المشوار، لأن احنا داخلين على بطولات. أنا شايف كم بطولات رهيب موجود، السوبر الإفريقي سواء على المنتخبات أو الأندية، شايف كم بطولات كتيرة. مش قلقان خالص ولا حامل هم، لأني أنا عندي ثقة كبيرة في مستر كولر في إعداده، وهو ما بيسيبش حاجة للصدفة. صحيح. ما بيسيبش ثانية تعدي، كل ثانية هو بيستفاد بيها وبيقدر يوصل فكره واللي هو عايز يعمله ويوصله للعيبة بتاعته، ودوت واضح على وجوه اللعيبة لما بتشوفها في أي لقاءات، في حتى في معسكر النمسا لما كان بيجي فيه في صور الناس بتشوفها أو في كلام، أنا شايف فيه هدوء جامد الحمد لله طبعا، ودي ميزة. ومتفائل تفاؤل كبير جدا بالبداية، بداية الموسم دوت بهذه البطولة، لأن وعندي ثقة كبيرة جدا 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 إن دي هتكون أول بطولة إن شاء الله، وفتحة الموسم تكون خير بإذن الله يا رب إن شاء الله. هل بتفرق يا كابتن مع إن البداية تكون مع فريق من شمال إفريقيا، فريق متعودين منه إن هو يكون ند قوي وفريق كبير في الجزائر، عن إن هو يكون من فرق إفريقيا السمراء؟ هي يعني وجهة نظري مفيش فرق كبير بينهم، لأنها دي بطولة ماتش واحد، مباراة واحدة. أوكي. سواء مستوى الفرق شمال إفريقيا الجزائر أو الفرق الإفريقية كلها فيها منافسة، وفي تعتبر إنها في ملعب محايد يعني بالتساوي 50-50. إنما الدوافع الكبيرة اللي بتبقى موجودة عند فريق عن فريق هي دي اللي بتفرق وبتحدد المسار، وانا شايف ان في دوافع كبيره جدا جدا للنادي الاهلي للبطوله دي. بس دايما كمان ان مباراه الفرقه المصريه عامه سواء منتخبات او انديه وخاصه النادي الاهلي مع الفرقه الجزائريه مباراه ما تبقاش سهله، لان ما فيش دايما المنافسه بيننا وبين الجزائر بالذات في شمال افريقيا، يعني الجزائر بالذات في نديه والنديه ساعات بتوصل للعنف، ودوت اللي انا يعني بقوله لعيبه النادي الاهلي، الجزائر دايما في عنف متعمد، فيبقى في حذر موجود، واعتقد ان هم كجهاز فني موجود في النادي الاهلي شايف النقطه دي، وما كنتش مش هتعدي عليهم يعني طبعا. فهتكون مباراه قويه جدا جدا جدا، بس كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي إن هم يقدروا نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، وإحنا بنلعب في ملعب بلد شقيقة، جماهير أهلوية مصرية وسعودية كمان. صحيح. فإحنا الكفة بتاعتنا إن شاء الله تكون أرجح بإذن الله. هل من الممكن أن نرى تغير في شكل الفريق الفني، خصوصا بعد التدعيمات اللي حصلت إمام عاشور ورضا سليم والتدعيمات المنتظرة يعني؟ أنا يعني من رأيي ورؤيتي ما أعتقدش إن ممكن التدعيمات يكون فيها ليها تواجد في هذه المباراة. أوكي. ليه؟ ده رأيي يعني. لأن برضو التدعيمات اللي جاية رجلهم في الملعب ومع الفريق ورهبة، خلي بالك الموضوع مختلف، أنا بلعب في النادي الأهلي غير ما بلعب في اي نادي تاني. أوكي. خالص، حتى لو بلعب في تونس او في الجزائر او دوله اوروبيه، النادي الاهلي موضوع تاني خالص جماهيريا، ولاعب الكوره لما بيبص المدرج وبيشوف جماهير النادي الاهلي والهتاف، مش الهتاف بس بقى، ده هو تعبير الهتاف كمان على وجوه الجماهير، ده ليه موضوع تاني كبير طبعاً. بيأثر طبعاً. فاعتقد يعني ان مستر كولر مش هيغامر بتدعيم جديد في المباراه دي، حتى مهما حصل. يعني اذا كان هناك تدعيمات منتظره خلال الايام القادمه، هل من الممكن ان نراه في المباراه؟ يعني لو جبت لاعب او اثنين او ثلاثه خلال الفتره اللي جايه، هل قبل الماتش يعني هل ممكن حضرتك بتقول ان لا مش هنلاقيهم، مش هيبقوا موجودين؟ ده رايي. ده رايي وده اعتقادي لتفكير مستر كولر، ما افتكرش ان هو يقدر. طب ممكن اعرف من وجهه نظر حضرتك حطيت عليها انهي اساس؟ التدعيمات اللعيبه اللي موجوده مش يعني جايه من انديه تانية، جاي هو امام عاشور ورضا سليم. امام عاشور ورضا سليم من ميتلاند
قبل كده كان في نادي الزمالك نادي كبير دلوقتي او كان لما جه من نادي الميتلاند جه على النادي الاهلي. رضا سليم برضو جاي من نادي كبير. رهبه النادي الاهلي برضو. انت 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 لاعب ولعبت في النادي الاهلي يعني وشفت طبعا. وبعدين ده اصل دي مباراه واحده بطوله مفيش تعويض. اوكي. لا لا لا, لا انا كمدرب فالعب باللي انا عارفه مش هقدر ما غامرش لان انا ممكن اغامر بلعيب وممكن اخسره ممكن الجماهير لان خلي بالك دلوقتي في ميديا في طبعًا جماهير طبعًا. بتقيم اختيارك جدا والاختيارات والتقييم اللي هي بتفضل متردده دي بتاثر على مستوى اللعيبه وممكن تاثر على تفكير المدرب. صحيح. انا ما اعتقدش ان مستر كولر بيفكر التفكير دوت خالص لان دي مباراه 90 دقيقه وهي فاصله ببطوله وهتكون هي الباب للبطولات الموسم القادم. كولر اكتسب خبرة إفريقية كبيرة أعتقد بعد هذا الموسم. كيف يستطيع أن يعبر كولر بهذه المباراة إلى بر الأمان في ظل أنها بداية موسم برضو؟ خلي بال حضرتك أنا بتكلم دايما عن أنها بداية موسم. أنا يعني ما أعتقدش أنه هو هيغير من رتم خالص رتمه. ما أعتقدش لأن هو هدفه واضح. يعني شفنا في خلال الموسم اللي فات في بطوله الدوري او في افريقيا هدفه دايما في المباراه هو الفوز فما افتكرش ان هو هيغير او ياجل الفوز ويغير طريقه اللعب لحين توقيت معين يبدا. ما اعتقدش ان هو هيغير الطريقه دي لان الطريقه دي ممكن يكون ايه ليها جانب سلبي يعني ممكن اللعيبه خلي بالك برضو اللاعب المصري ممكن ينسى في الملعب يعني ممكن ينسى بيخش في الجيم بشكل ما يعرفش يطلع منه فبيفضل فيه. ودي مع مستر كولر يعني هو حافظ اللاعب المصري كويس قوي عرف يطلع منه اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو عايزه وكله اللاعب ما بيشتغلش لنفسه اللاعب بيشتغل للفرقة فريق لعب جماعي يعني تفكير اللعيب اللي في رجل الكورة تفكيره جماعي مش في نفسه مش عشان هو يجيب جون أو هو الناس تسقف له هو في الأول وفي الآخر هو إن اللعبة الجماعية دي وإحنا كمجموعة إحنا فرد واحد اللي في الملعب ولا على الدكة. ما افتكرش إن هو هيقدر يعني هيغير الطريقة أو يقسم المباراة على توقيتات يعني يكون في حذر يقرأ الفرقة اللي قدامه. دلوقتي الفرقة كلها مكشوفة لبعض العناصر كلها مكشوفة لبعض بقدر أسأل بقدر أشوف بقدر النت يعني مباريات الأفراد اللي موجودة في الجهاز هو عارف كل كمان. كل واحد هو عارف ده إيه بيعمل إيه وبيسوي إيه فأنا شايف ان هو عايز اسالك سؤال برضه يا كابتن حمدي وده للجمهور الحقيقه هل من الممكن ان يكون هناك اختلاف بين ان وانا قاعد بتفرج على شريط فيديو او سيديهيه يعني وما بين الملعب يعني انا بتفرج على فريق النادي الاهلي لو حضرتك في الملعب كابتن حمدي ابو رادي هيبقى شايف الملعب قدامه كله تمام. هل هتفرق لو انا بتفرج في الملعب او بتفرج على سيدي؟ طبعا في اختلاف. ايه بقى يا كابتن الاختلاف؟ الاختلاف انت يعني اولا في حاجات كتير انا بتفرج على المباراه هل بتفرج على لعيب ولا بتفرج على فرقه؟ لا بتفرج على الفريق. بتفرج على الفريق الكادر بتاع المباراه جايب لي الملعب كله ولا جايب مع الكوره؟ مع هيجي مع الكوره في جانب مظلم في الملعب كله الملعب انت مش شايف التحرك هناك وانت بتتفرج في الملعب بتبقى شايف كل حاجه طبعا شايف كل حاجه بتقدر تحلل انت تقدر تحلل اللعيب ده فكر في ايه او هيفكر في ايه لو انت عندك دي شغلتك او مهنتك دي وقدرتك وموهبتك تقدر تحلل اللعيب دوت كان بيفكر في ايه وما تنفس لغرض ما لغلط من زميل او ملعب او ارض او 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 بس عندك في ناس عندها القدره تقدر تقرا الفكر ايه وتعرف وتقدر تحلل ما هو تحليل الاداء ده على اساس ايه هو اللي حضرتك بتقوله ده هو دوت انك انت بتقدر تحلل كل واحد في مركزه البوزيشن دوت السردباكين دول بيتحركوا ازاي ده بيعمل ايه ده ايه بتقدر توصل للي انت عايزه فطبعا الملعب
افضل من الشاشه. انا مع حضرتك لكن اصل كان كذا حد من الجمهور بيسالني هذا السؤال، فانا بس حبيت ان انا دايما يعني اسال حضرتك فيه. اروح بقى مع حضرتك لمعسكر نمسا، من وجهه نظرك اهم المكاسب اللي كسبها النادي الاهلي من هذا المعسكر. اولا المكاسب كبيره جدا جدا جدا. اولا الجو، الهدوء، البعد عن الميديا، واكيد انا عارف ان دي مش هتعدي على الجهاز الفني طبعا، لان الميديا بتاثر تاثير كبير يعني. التزام، خلي بالك التزام، التغذيه سواء الاكل في مواعيد الفطار والغداء والعشاء، انت لا تتخيل ان الفتره لو قعدت 10 ايام 15 يوم في معسكر وفطرت في ميعاد واتغديت في ميعاد وتعشيت في ميعاد واتمرنت ونمت، انت بترجع انسان بيور بتيجي تختلف مع الحاجات دي كلها لما بتتخلى. فاكيد المعسكر، واحنا طبعا النمسا من يعني زي ما بيقول لك ايه، ليالي الانس في فيينا، بلد هاديه، والمكان اللي انا شايفه في الصور فيه هدوء وحته هقول ايه، ريفيه شويه بس ريفيه اوروبيه طبعا، هدوء ومفيش ازعاج، فكل التركيز للعيبه في التمرين وفي المحاضرات وفي التوجيه وفي يعني وجوه اللعيبه كانت يعني واضح ان فيها ايه، منوره زي ما بيتقال يعني. الى اي مدى سيؤثر المعسكر الخارجي على اللاعبين بالشكل الايجابي اللي حضرتك شايفه قبل انطلاق الموسم؟ هيكون ليه تاثير كبير، هو رقم واحد فعلا؟ لا لان يعني النادي الاهلي خلص المعسكر امبارح، يعني يوم الاربعاء، الخميس الاربعاء، جوم الاربعاء بالليل. الفتره بتاعه المعسكر اللي هو التدريب في ميعاد والنوم في ميعاد والاكل في ميعاد وطبعا الحاجات دي كلها هتمشي لحد المباراه، يعني في الوقت الكافي ان اللعيب يحتفظ بما وصل اليه من نظام تغذيه او توجيه او تدريبات او تكتيك او يعني كل حاجه في الكوره هيكون محتفظ بيها للمباراه لوقت المباراه. طيب الاهلي عنده ارتباطات كثيره جدا، ويمكن حضرتك كنت بتتكلم في هذا الامر انه عنده ارتباطات كثيره سواء دوري، كاس، سوبر على المستوى الافريقي، بطوله كاس عالم، دوري ابطال افريقيا، دوري السوبر الافريقي، مباريات كثيره جدا خلال هذا الموسم. يعني كيف يستعد كولر لهذا الكم الهائل من المباريات؟ يعني هعيد الكلام تاني وهنقوله، واكيد انت عارف الكلام دوت، ان لو دخلنا مكتب مستر كولر هنلاقي فيه دفتر وكاتب الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي كلها مرتبها بطولات، لان هو دقيق جدا 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 جدا، زي الساعه السويسريه زي ما بيقولوا، هو دقيق جدا. فما يعني حاجه زي كده لازم يكون هو عامل حسابها كويس. وبعدين طبعا يعني مش عايزين نغفل الجهاز المعاون الكفء طبعاً. انا شايفهم كفء، كل واحد انا شايفه هو بيعمل في المكان بتاعه، الشغل حقيقي. بتاعه بيتحرك في المكان، حتى رد الفعل لوجودهم في وسط اللعيبه، اللعيبه مبسوطه يعني في حاله رضا، حاله اقتناع. وانت كلاعب لما تقتنع باللي معاك، المدرب اللي معاك او حتى اللي جنبك، بتبقى الموضوع مختلف يعني. برضه يا كابتن، واحنا بنتكلم اعتقد ان دور مجلس اداره النادي الاهلي في تهيئه الاستقرار سواء من الناحيه الاداريه، من الناحيه الفنيه، من ناحيه كل حاجه، الحقيقه اعتقد له دور كبير جدا جدا في او السر الكبير في انتصارات النادي الاهلي خلال الموسم اللي فات وبدايه هذا الموسم. انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. يعني انا قبل ما ادخل الهوا كنت مرتب كلامي ان الرقم واحد على الدور لمجلس اداره النادي الاهلي. ايوه، فقلت لا خليها في الاخر. طبعا كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول واللي انا قلته طبعا وقلناه ده كله ما كانش يحصل الا بدعم
مجلس اداره النادي الاهلي حقيقي، لان هو كون ان هو يوصلوا للدرجه دي ويوصلوا للحاجات دي كلها مجلس الاداره. انا شايف، وطبعا الواحد بيشوف الميديا وبيقرا الجرايد، ويعني يعني يعني انا متابع جيد جدا يعني الحمد لله يعني. ما شفتش عقبه موجوده، معنى ان انا ما فيش عقبه يعني مجلس اداره شغال، لان هو كجهاز فني وفرق الكوره بتشتغل، ما بتشتغلش لوحدها. لا، اداره الكوره لازم طبعا لازم الدعم، الدعم اللي هو اللي فوق اداره النادي ومجلس اداره النادي الاهلي موجودين، اداره الكوره وشركه الكوره ولجنه التخطيط، مش طبعاً مش سايبين حاجه. معنى كده ان هم قايمين بدورهم، وطبعا لهم الشكر. ويمكن لو رجعنا لسنين ورا وبدايه مواسم كنا هنلاقي حاجات كتيره كانت بتتقال، ومش عارف مجلس الاداره ايه، طب لا ما فيش، لا مش عارف ايه ده، المعسكر باص، طب غيرنا المعسكر، طب غيرنا، احنا هنا عرفنا شفنا المعسكر في النمسا يوم كذا يوم كذا، خلصنا عملنا خلص مواعيدنا بالثانيه وبالثانيه وبالساعه وباليوم. فكل دوت طبعا الشكر طبعا لمجلس الاداره والكابتن الخطيب، واحنا شفنا الكابتن الخطيب يعني راح هناك دعم، معنى الدعم يعني انتم محتاجين حاجه تانية؟ لا الحمد لله مش محتاجين، كله تمام. فالشكر طبعا موصول لمجلس اداره النادي الاهلي، وبيعمل في صمت، بيعمل في صمت. انا في مجالس ادارات تانية، انديه تانية، اللي بيجيب كوبايه شاي بيقول انا جبت شاي، انا عملت كذا، انا سويت كذا. انا شايف مجلس اداره وشركه الكوره طبعا موجوده ولجنه التخطيط، محدش بيتكلم بتاتا. كلام الكوره مستر كولر فقط، مفيش حد بيتكلم تاني، انا ما شفتش حد بيتكلم تاني. ودي طبعا ما تجيش الا بمجلس اداره محترم عنده ثقه لا محدوده في الجهاز الفني وفي اللاعبين طبعا. والحمد لله يعني اللعيبه يكونوا على قد هذا المستوى، والدعم اللي موجود ليهم كان من مجلس اداره وكجهاز فني وجماهير طبعا. من ضمن المسانده اللي عاملها مجلس الاداره هو موافقته تقريبا على كل الصفقات اللي بيعوزها مارسيل كولر. من ضمن هذه الصفقات خروج حمدي فتحي لنادي الوكره القطري، ثم التعاقد مع امام عاشور مثلا، رضا سليم الراجل كان طالب حد في هذا المكان، جابوا رضا سليم من المغرب. الناس بتنظر او الناس بتتكلم، كل جمهور الاهلي دلوقتي بيتكلم ان احنا عايزين راس حربه، فالنادي الاهلي قد يكون بينظر في راس حربه خلال الايام القادمه. من وجهه نظرك مستوى امام عاشور ورضا سليم مع النادي الاهلي بقى خلال الفتره اللي جايه هيبقى عامل ازاي؟ يعني هيعرفوا ينسجموا بسرعه يخشوا مع الفرقه؟ الاثنين لعيبه جامدين جدا، لكن هل هيعرفوا ينسجموا بسرعه يخشوا مع الفرقه بشكل جيد؟ هو ده الموضوع المهم طبعا اللي بيفرق وبيميز اللعيب، ثقافه اللعيب. اللعيب لو ثقافته محدوده لا يتعايش مع اي حد، لا يتعايش مع اي مجتمع، لا يتعايش مع اي فرقه. هي ثقافه اللعيب مهمه جدا جدا جدا، اللعيب المثقف هيتعايش. وطبعا انا ما يعني مش قريب من امام عشان اعرف اقدر اقول لك الموضوع دوت، او رضا سليم، انما عندي ثقه طبعا في مستر كولر، طالما وافق يبقى هو وجهه نظره شايف ان هو في العنصرين دول ان هم يقدروا يتعايشوا، امام ورضا سليم. يعني موضوع راس الحربه والنادي الاهلي عايز راس حربه. انا برضو خلينا نتكلم بصراحه، انا لا اعترف باي مفاوضات ولا اي حاجه، لانه احنا هنا في قناه رسميه للنادي الاهلي، وبالتالي لما تطلع تتكلم لازم تتكلم عندما تنتهي الصفقه تماما، عشان الناس كلها عماله تقول لي اصل في حمدي ابو راضي المهاجم المنتظر، فانت مش تطلعش تتكلم على مثل هذه الامور. اللي وانا يمكن اتكلمت في بدايه كلامي وقلت يا جماعه انا لن، مش انا، قناة الأهلي ده سياستنا أو سياسة النادي الأهلي، مظبوط، إن هو لا نتكلم في أي شيء إلا عندما تنتهي. وضربت مثل بواحد لاعب اسمه يعقوب، ولاعيب كويس كان موجود السنة اللي فاتت ولم ينجح في الكشف الطبي، الطبي وفي الآخر الناس كلها أكدت، واليوتيوبرز طلعوا قالوا ده أحسن وأحسن مهاجم ومهاجم جامد جدا ودخل النادي الأهلي وكمل في النادي الأهلي، هو الحقيقة ما حصلش. فعشان كده أنا بقول دايما خلينا ننتظر الإعلان الرسمي يا جماعة، حتى لو
لو يعني لغايه لما يتم الاعلان الرسمي انا بالنسبه لي لا يكون هناك صفقه. انا معاك في النقطه دي طبعا، انا ما بتكلمش على شخص معين كذا، دي الا لما يكون النادي الاهلي وده بيتي، يعني مش اقرا خبر مزيف ويتقال. لا لا قد يكون خبر صحيح، ولكن خلينا نطمن لما يتم لما يتم. انما احنا بنتكلم اللي عامه اللي الناس بتقوله النادي الاهلي محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا. يا جماعه النادي الاهلي بيحتاج وبيجيب اللعيب اللي هو محتاجه فعلا، مش هي الموضوع مش كم صفقات. انا كنادي اهلي اجيب اكتر صفقه من الانديه في الدوري، فالموضوع مش كده خالص يعني. طيب برضو يعني من هذه الجهة، كيف يستطيع النادي الأهلي أن يحافظ على هذا الموسم التاريخي والموسم الاستثنائي في الفوز بهذا الكم الكبير من البطولات اللي هم الخمس بطولات؟ طبعا البطولات كثيرة، فكل بطولة لازم الدوافع تتجدد، لأن أي ماتش وأي لازم يبقى فيه دوافع. طبعا دي مسؤولية مستر كولر، وأكيد هو مش غافل عنها، جهاز الفني كامل الحقيقة، جهاز الفني. هو تجديد الدوافع، لأن برضو يمكن في عيب موجود في المصريين عامة، مش النادي الأهلي، المصريين عامة، إن احنا بنكتفي. مفروض كجهاز فني طبعا في دوافع، تجدد الدوافع للاعبين للفوز بالبطولات دايما دايما. الكفايه دي مفيش لاعب كوره بيقول كفايه. كفايه دي مع نهايه الموسم، ما يعني ما خلص اللي عندي كله. فتجديد الدوافع طبعا مهم جدا. وانا شايف ان الجهاز الفني مش هيخفل عنه حاجه زي كده يعني. طيب لو كنت حضرتك في مكان الجهاز الفني، هتقول لهم ايه في بدايه فتره الاعداد او بعد انتهاء فتره الاعداد وبدايه هذا الموسم بهذه البطوله؟ اللي هي بطوله السوبر يعني. طبعا اول شيء الكلام اللي لازم يتقال ويوصل للعيبه، انتوا وصلتوا للنقطه دي والتجهيز دوت بمساعده من النادي الاهلي كمجلس اداره، والتاني رقم اتنين جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي ده موضوع يعني نحط تحتيه خطوط كتيره. صحيح. انت يعني يمكن انا قريب في الشارع كتير والناس بتتكلم معايا كاني لسه لعيب بلعب. بيقولوا لك ايه يا كابتن برضو؟ يعني احنا يعني عايزين نكسب، احنا مش عارف احنا ليه مكسلين، ليه البطوله دي بتاعتنا، احنا واحنا 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 يعني بي 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 بحرقه قلب وكان هو ده الفرق الحقيقي ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. فمعنى يعني انا عايز اوصل ان جماهير النادي الاهلي دي ده موضوع صعب جدا، صعب جدا ان انا اغزلهم، صعب جدا ان انا ازعلهم. انت ما تعرفش مدى الزعل. يعني هقول لك يعني مثلا، يعني انا ولادي بنتي وابني في اتنين متعصبين، مش متعصبين يعني، بيحبوا النادي الاهلي قوي، لما بيلوني هادي هو انت هادي يا بابا ليه؟ انت مش يعني ما هي دي جماهير النادي الاهلي. فانا عايز اوصل ان يا جماعه الجماهير بره انتوا ما تعرفوش. طب انت كنت بتبقى هادي ليه يا كابتن؟ هم متنرفزين وحالك هادي ليه؟ انا طبيعتي هادي يعني كده يعني. ايوه طبعا. الجماهير لا تتخيلوا الفرحه اللي بيبقوا فيها في المكسب. انتوا لما لو نزلتوا الشارع تشوفوا يعني مش عارفه اوصفها ازاي واقولها ازاي. انما الموضوع كبير جدا جدا جدا. المكسب واداء النادي الاهلي، الجماهير انت لا تتخيل، والله لا تتخيل الناس بتبقى عامله ازاي. طبعا مين الاقرب ان شاء الله للفوز في هذه المباراه من وجهه نظرك، النادي الاهلي ولا الاتحاد العاصمي؟ النادي الاهلي. انا قلت في الاول ان انا عندي ثقه واحساس، واحساسي ما بيخيبش فنيا يا كابتن. يعني فنيا ويمكن ايه ربانيا شويه، ما يعني مش هقول انا منجم ولا بتاع، هو احساس كده. عندك احساس كده. البطوله التاسعه باذن الله ان شاء الله. الفريق الجزائر او عموما بشكل عام يعني الفرق الجزائريه معروفه ان هي بتلعب بقوه بقوه وبتلعب على
الكرات المرتدة وعلى الكرات العرضية من فاولات أو من الكورنرز أو بتاع. هل من الممكن أن نرى تغيير في طريقة لعب اتحاد العاصمة؟ ولا هو ده الطريقة وهي ده الأسلوب وهو ده اللي هيفضل ماشي؟ ما أعتقدش. هو يعني اللي أنا شايفه أنه هو هيعمله أنه هو هيأمن دفاعاته يمكن في أول نص ساعة، لأنه عارف قوة النادي الأهلي وعارف قوة الجهاز اللي موجود ومدى تشبعهم أو تمسكهم بالفوز والبطولة. نعم. أكيد إن هو يعني هيلعب أول نص ساعة هيكون مقفل الجيم شوية وبعد يعني نص ساعة أو ممكن يكون قبل نص ساعة يحصل تهور من الفريق الجزائري، وإن هو يفتح الملعب في يعني هجمة بتيجي معاه كده ويفتح الملعب ما يقدرش يلم نفسه تاني. هي دي اللي تكسبنا إن شاء الله يعني بإذن الله. أعتقد إن شاء الله يعني لو ربنا أراد الهدف بدري يحل حاجات كتير، يلخبط الفرق الاخر. انا ما بحبش الاهداف البدري في البطولات دي. ما بتحبش؟ لا. ما بتحبش؟ لا. ليه؟ غريبه. ليه؟ الهدف ممكن يجي بدري، ممكن نشوه الهدف تهدي الاداء وتهدي الدوافع وترمي شويه دوافع من عندي كده في الارض. انما طول ما انا لسه فيه انا في الملعب مفيش والدوافع موجوده، وبعدين بتزيد كل ما بتزيد الفولت بيعلى، التوقيت ان المتاخر يعني انا بالنسبه لي بس انا ممكن اجيب جون بدري واجيب الثاني واخلص الماتش من بدري وخلاص. هي دي مش في اللي جاي، انا بتكلم بشكل عام يعني. احنا هي دي برضو مشكله موجوده يعني. انا وقت الفرحه بتاعنا كمصريين بنفرح وقت طويل، مع ان في الكوره بيقول لك ايه، الاوقات في اوقات ذهبيه انك انت تجيب فيها الاجوان او تتعادل، وقت السنتره، وقت ما جه في الجون، وقت ما انت جبت جول، هي دي اوقات ذهبيه. انما احنا ايه، لما لو جبنا جون بناخد وقت طويل شويه، فالوقت الطويل دوت ممكن يدخل فيك جون، فالجون اللي دخل فيك دوت بيقلل من العزيمه شويه. كابتن اخيرا لو حابب بتوجه اي رساله لمجلس اداره، جهاز لاعبين، جمهور طبعا قبل اي حد. انا اول حاجه طبعا اشكر مجلس الاداره شكر كبير جدا حقيقي. جدا جدا للدعم اللي هم مقدمينه للفريق. النقطه الثانيه كل الدعم وكل الثقه العمياء للجهاز الفني لقياده مارسيل كولر. كلمة الجماهير للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة هتفرحوا فرحة كبيرة بإذن الله. يا رب دايما نفرح ونتبسط ونتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي وإحنا فرحانين وإحنا مبسوطين، وإن شاء الله يكون طاقم العمل متواجد مع فريق النادي الأهلي في المباراة، وإن شاء الله يا رب دايما يكون مكسب. أنا بشكرك جدا يا كابتن حمدي، وبستمتع الحقيقة بوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا. ربنا يخليك، وإن شاء الله نكسب ونفرح كلنا يوم الجمعة بإذن الله. وأنا سعادتي كبيرة جدا وجودي معاك. ده شرف ليا يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن حمدي أبو راضي. هنطلع فاصل.